في سنة 2022 كانت أول مرة نتلاقى مع أحد الروابط من نوفي جينيراسيون في الراب المغربي. الراب اللي مع اليوم عندي بزاف الحقائق المخفية في القصة ديالو، وأنا جيت اليوم باش نحكيها لكم بتسلسل الأحداث إلى يومنا هذا. دخلت في بيت كبير مع أحد الروابط اللي معروفين في المغرب، وخذ فيه الريسبي مع هاد البيبليك وكذلك مع هاد الرابرز. وباش تعرفوا القصة ديال هاد الصورة وكيفاش تلاقينا وشنو لو سوجي اللي هدرنا فيهم، مالك تفرجوا الفيديو من الأول حتى الأخر ما تزقل حتى شي حاجة، ودير معك أبوني لاشين ولايك الفيديو وتبارطاجي بلا ما صحاب. وسيداتي سيادتي، مرحبا بكم في قصة فيكوشين. ما تقول لي اش صبر غدا غيدوز حسن، قلت لي نفس الهضرة البارح ومش بدل والو اليوم. عارفك كداب واخا هكا كان تيغ، الله طلع لي شي نهار لوريقات المنسج. باقي عاد حاسب نفسك قصيت اشحاب باسيت، سكلنا الشبكة وهرسنا الماني دا ماما سيت. احلام ولدك كبار ماشي باسيت دا ماما سيت. شي حاجة جادة لي يدي ما كنزيد حيت خايف لانسى لي ندمان. من غير هادشي اش باغي عندي، الراب لي فارقني على الدار، الراب لي كان الدليل عقل. المملكة المغربية الشريفة وبالضبط تازة سنة 2000، غيتزاد ياسين سيدوف من أبوين مغربية الأصل. بعد وصول ياسين 3 سنوات غتقرر العائلة باش ينتقلوا لمدينة إفران، وهنا ستبدأ الذكريات الجميلة في أحد أحسن المدن في العالم وأنظفها. بعد وصوله إلى 6 سنوات غتقرر العائلة باش يجروا من يديه أقرب مدرسة ممكنة باش يتعلم ليه أبجدية القراءة والكتابة. وبالفعل كامل متفوقين في القسم، لا من ناحية الدراسية والأخلاقية، وكامل الصخور ديالو عنده حلم واحد هو يكون مهندس. وهذا الحلم كيخدم عليه ليل ونهار لانه كيتكلاس من الاوائل في المدرسه. وبعد وصول الطفل الصغير الى مستوى الثانيه الاعدادي، هنا كيعرف الموسيقى الراب وبالضبط 2013 2014، وبين افضل الروابط اللي انسبيرو في الموسيقى وعشقوه في الهيب هوب ومالبيك شايفين تيزا دروس. ومن بعد قرر باش يبدا يرابي وكيبدا يتعلم ليه الكتابه، وديما غتلقى في بيته كيريبيتي في كوبلي ولا كيضارب مع البيت باش يجيب الريمه لاصقه. وهذا الشيء ما نخافش عليه فيه لانه من الصغر ديالو كان ديما كيمشي مع الايقاع تاع النشيد الوطني. خلال عزفي في الدخول المدرسي يوم الاثنين صباحا، ونقدروا نقولوا بان ياسين دراب في عمر 15 سنه وهو كيقرا في الثالثه اعدادي. في البدايه لازم عليه يختار اي كي اي تاعو خاص به، وكان الاختيار على الاسم ياسين. والسبب لاختيار هذا الاسم هو احد الاصدقاء تاعو كان له مشكل في النطق، عند منادات ياسين تكون النتيجه هي ياسين، وهنا اختار كي اي ديالو. ومغي بدلها حتى سنة 2018، عقلوا معايا مزيان على الاضافة، حتى سنة 2018 لتصبح النتيجة هي فيكوشين. وبداية له كانت عبارة عن الفريستايل في مواقع الفيسبوك. بحكم فيكو كان احد اللي زادمين في بعض الصفحات في الفيسبوك، وهذا الشيء هو اللي شجعه باش يسجل دي فريستايل ويحطهم في لي باج. فراسي كانت خبط ما محتاج سيلو طقلي البيت وغان عرض حيث في الليل دان حفظ القوافي مفرح المزيقة كان وجد القنابل انت يمفرش في بويزيقة سير بالتاوي الجملة كتزيد لي غير حرقة حيث الواقع ماشي عادي لدي المزيقة تزنقة وسط الحفقة ما تقول ليش حب الفرقة واخا تكون رجاوي راك تموت على الزرقة كاش كطلنا في قصدامي كابيطال فينو ياك ما لقيتها تصداني نادي راب صداني وباقي باغي وما فتوش بحال شي ساطة جات لي رزقي ولاحتني فتوش فينا البروش ياك ما عند بالك كبرتي فيكو بحال مشيفن لحقرتي هزلقتي راسك خاوي ياك ما مايتلك بوعبيرة فيك دام الشبكة بحال الباصة ليا سامي خطير بيش. ومن بعد بزاف ديال الفريستايل وبزاف ديال المحاولات باش يتبارطاجاو الفيديوهات ديالو في الفيسبوك، غيقرر باش يسجل لي اول تراك في الكارير ديالو اللي يسمي يما. وهذا المورسو لحد الان راه بريفي في راشين ديالو، بحيث القصه التسجيل ديال الديسك هو شنا مايك من جوطيه ب 15 درهم وخدا USB وهو يسجلو وهو اللي ميكساه وهو اللي كان البرود ديال راسو. تخيل التراك كيفاش غادي يكون، تخيل المورسو كيفاش غيتحط. اول مورسو في حياتك غتكون سجلتيه انت وميكسيتيه انت والريكورد ديال السوغ درتيه نتايا، النتيجه غتكون شويه عبقريه ومن الطو النيفو غيكون طايح لانك درتي كلشي لراسك وقضيتي بداكشي اللي عندك. وفي 20 من شهر 6 من عام 2017 غيتحط سولا ميرد طايا ميغو كيتسناونا نطيحو ويحمو البلاد بالسيمين وسط بلادي بإيطاليا أمي يا قارين اختارو البحار والسيلو.
من بعد التراك اللي كانت فيه 4 ديال الدقائق زدت جاي من عند والدي باش يكمل في هادشي لانه كان مرتو رائع لا من ناحيه الفلو تشيكنيك باش قصر فوق البيج بين الاكسبيريونس ديال اعوام ضرب لحد الان هاد المرسل على يوتيوب حوالي 83,000 مشاهده. اما بالنسبه ياسين تحتم عليه باش يكمل قرايته في مدينه ازرو باش يتبع الحلم ديالو اللي هو ولي انجينيور لانه كان باغي يقرا سيزيام في سيونس ماتش وهذا البرونش ما كايناش في الليست ديال افران وتحتم عليه الظروف باش يكمل الدراسه تاعو في ازرو وبالفعل خذ الباك ديالو في 2018 ومشى دار لكلاس بريبا وما كملش فيها باسباب ظروف شخصيه ومن سنه 2017 حتى سنه 2019 كان فيغوشين كيسجل دي فريستايل بزاف في انستغرام اللي كانت مزامنه مع الدراسه تاعو وكذلك في هذه المرحله كان خذ ليه واحد الوقيته من وقته وسجل لي اول كليب في الكارير ديالو اللي سماه انتيغون فالضة مني انا اللي زرفت وقطعت البلاصة ربطنا فيها ملاك وشاهد عري لعب تقميرة تقميرة رح ياتي ملعوبة في القارة تحاس نامي ويجا طلعت خاطر ويجا طلعت خاطر سبنا بالكيلو 17 لقاطع انقلونا لشنا في القارة تحاس والوالي حياتي طعني كتسناني كتكاداتي شلي بشوان فازي قال لي هاجي قلبي باش تفاش طاقي استعتي كيف ما شفتو الكاريت تيم قتولة في الكليب ولكن راه مقاتل مع الوقت وبداك الشيء اللي عاد رجعوا للفريستايل حط بزاف تاع الفريستايل من سنة 2017 حتى سنة 2019 كيف ما كنت قلت لكم سمعوا بعض المقاطع كلامو للتعب وقوتا خليني في مدايين ما بغيتش الملايين لجات فلوطة ولد جبال عزيز عليا الطلوع ولد جبال وصلت الحافة ولدي فران عزيز عليا نضوء في الكوانات هربت من الجوانات لعبت معاهم حابة وطحت في الراف بلي صعب والله تا هي فيها اوراق ماشي ديال نيبرو وقتي غالي بحال شي ابلو بلا ما تقول لي ريلاكس تقدر تقول لي رولي ركابي يضروني بغيت نسبق الوقت فواك اينشتاين بغيت نسمع للراب فواك الاي ستار حساب له راسو صلح الدار ستاف نقدر نغلب البارس غيب والفاك صيف واش اب برو واش اب برو تبعني وتشق فيا بالصح يو جام بلو كاش بالي بروكين اون دي بروميت فور ذا بلاد جاتني شحال من حاله بحالك عندي دواك واش اب برو ويت يو كاش تبعني تلقى احسن بودا فوق الفراش بحال بيرمودا انا كناخد لي بغيت دنيا بوابه مسدوده عندي الكيس واش اب برو ماكي بليز ام ذا مان يو غات تو نو نيجا بليز بلا ما تعاند ام ذا جوت ام ذا ديفل اتسلف ماشي انسان بغيتي بو جوست ام بيفرلي هيلز ولا افران سمع برو سمع برو سمح لي حيد من بعد بزاف ديال المحاولات باش يتشهر واخا غير شويه في الراب المغربي قرر باش يخدم ايبي اللي غتعطي دفعه معنويه افضل من الفريستايل وبالفعل 22 افريل 2019 غتجي ايبي ضاف اللي كانوا فيه 15 تراكات ومن بين احسن لي سينجل في الايبي بحال اغابي صافي عييت القلب عمر مريض بالراب شحال بكيت ودفنت الصبر واعتقد الراب غير كذوب والله صافي عييت باغي نقدرش كلشي فيك في هاد الكيم كي خاطر قصر فوق انستري اولد سكول بفلو رائع باش يعمل ليكس تاعو كريتيك الراب وكاع الروابا في الدومين بحيث قال بلي كاملين كدابه وما كيقولوش الصراحه وكيف ليكسيو عليكم بالعاقه وما ما عندهم والو وثاني تراك في الاي بي اللي هو سبيس اكس بارام بك جا وقارش قيل باش يدوز دي الحال يدوز دي الحال لا نرى ما بقيتش بحالو قلبي راق صاحب البليه ودماغي رانساني رانساني وشباو بالنسبة لتيتر سبيس اكس هي شركة وكالة فضائية تابعة لأغنى رجل في العالم إيلون ماسك بحيلة بغي يقول لنا بأنها تراك نسافروا به للفضاء وتالي تراك معنا هو فيكو أستعبر يباش نكوراج يباش نكوراج مبغيتش نكون فاش مبغيتش نطيح الأرض مبغيتش نموت فاش بداية بالعنوان كيقصد لنا اللاعب الشهير البرتغالي فيغو اللي هو أحد أساطير اللعبة وكان دار ثورة في عالم كرة القدم بالحدث الأشهر عند انتقاله من برشلونة إلى ريال مدريد. بالنسبة للميوزيك في التراك كانت بمستوى جيد مقارنة بالإمكانيات اللي عنده سجل اوبي كلها غير في الدار وهذا انجاز كبير بحد ذاته. احد المعلومات اللي ما عرفهاش البيبليك ان فيغو شير ودادي وقبح وكان ديما كيزقى حتى شي ماتش ديال الحمراء وفي 19 ماي من عام 2019 يجي واحد من احسن التراكات عنده اللي هو اوت نو فقط الذاكره قالوا لي
ماشي ماشي خوشي باش بيحسب تدموعي بخوشي باتي بالي قصر وكوري من لي كوفر ديال التراك كيبان لينا فيغو فوق باطو كيسورفي بحال الا باغي يوصل لينا بانه مقاتل غير بوحدو وما كاينش اللي دافع. اما بالنسبه لليريكس كيبان بزاف ديال المعاني اللي مخبين وسطو. وضرب هذا المرسل على يوتيوب حوالي 900 الف مشاهده وفي 29 غشت غيجي ارجوك كيلمو بسايكي شكولي سايكي راتو لي سايلاخ سايكو مانديش ما ماشي سايمون بايغون تشفيقو ايكون دير بالكو قاش ديني غيقاس لي راشيكو غاتقول فيكو راه رابي لاخوي شحال رابي ضاد فينا داري بطارين ودابا دادا كايساب في الحال. واحد من احسن لي بروجي اللي حط هارب بزاف في ليريكس والفلو بين على مستوى كبير في الكتابة هارب على النيفو ديال لي ميطوط ابي ابي. اما بالنسبة لهذا المورسو كان فيت مع الشايدون طريقة تاع الكليب فيديو بسيطة ورائعة كتعجبني البساطة في الاداء ومازال في 2 نوفمبر نفس العام غيتحط تراك ايمان. ما بغيتش ندير غفال دماغي ربيت نيش ربيت نطيب عشي فرق رب الريش خلى سامو طربيه. بروجي اللي ضارب على يوتيوب حوالي 200 الف مشاهده غير باش تكونوا فاهمين على واحد النقطه كاع التراكات اللي سمعتو اكثر رفيقو دير فيهم كلش. اول حاجه الريكورد وهذه حاجه باينه كذلك البرود والميكساج والماسترينغ وفي اغلب الاحيان كيخدم حتى الارتورك يعني راه كلشي كيديرو هو الراس وهذه حاجه ماشي سهله حتى انا كنخدم كلشي في الفيديو سكريبت تسجيل مونتاج وكلشي وبتشكرني على هذه الخدمه اللي كندير ويشد منكم ابوني لايك الفيديو وتبارطاجوا البلان مع اصحابكم الماكسيم باش نديماريو بهاد لاشين وتزيد القدام. وفي 14 مارس من عام 2020 غيتحط المورسو فاك قرايه غندير الزرقه وكاع داكشي اللي بغيتي راه الزهره اللي في قلبي طفيتها غير فريتي راه بقيتي في بيتي كنحضر في البيت حرك في السيل وفي نصاصات اللي فاك المعلم اللي راه قال لي كازول تراك الكليتي كيفي سيستيب سكولا وقبل قرات الزنقه على المدرسه وتعلم دروس الحياه في الزنقه. اما المدرسه علمات غير الديسيبلين وكيفاش حضر راسو باش يكون صلاري في الاخر وهو ما بغاش هكا. وفي 23 مارس غيجي عادي 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 زينك نار عادي زينك تاع دربك راه عادي ستوب تو توك دروب ذا عادي حكم جيم نزيدو غادي يستيكس فاني لايك ذا عادي. بروجي اللي كان فيس مع السيش وكلمه واحده كتبقى تعاود في لي غوفغان اللي هي عادي ضارب على يوتيوب حوالي 100 الف مشاهده. والان غنوصلوا اهم نقطه في الكاريه ديال فيغوجين بلا بيا ما كناش غنعرفو هاد لي بوين لعب الدور كبير في المسار ديالو. نهار لونس توفيق تشالنج ديال الفريستايل فوق كورونا واللي ربح غياخد ايفون 11 برو كانت هذه هي الفرصه اللي ما كتعوضش. جا واحد من افران وربح اللي هو فيغو هذا هو الفريستايل اللي ربحو قاد واحد في المية في التليفون صور هذا الفيديو ديما ثاني يا قبل ما تدق خليها مرتاحه مرحب بها راه عندي الفطور باقي حاط سناني في التفاحه فيغو اي كي اي ستيف جوب زامين انا كان وصل بيتش خاو بحال هاري كي تبع التيم ستار سيري نو ستوك سيري كي سمو باقي كوطو وخا بابس شي تشاور عارف ملي جاي وقيتي بقيده في دي قاد حراق يكون بحال اللي داز البرونكس هادي غادا الفيتي يز او ماي جاد انا بيل او ماي جاد انا مريض كيف هالشي ضابين لي ملي وقيتي غطير انا نطيح وما ميش هتبليتي بالراب خذ المولي ولين دكتورة في الراب خاسب بومو علي بلا باش كوبي في ستوري وتبتل في التوني حيث وخاش تيني كتبال لي بيت هو لقا فيا جليتا طاويلة خويتا وبقى تير الويتا والباكي ياك ميتا قولي فين كنتيتا ربقاتي البوينتا وخلاه مشهور تقريبا على الدراري في الدومين كان دفع معنوي في الكارير. ومن بعد هاد الشهرة فيغو غيسيني في ادغال هي شركة انتاج البوس ديالها هو الموتشو المعروف موبي ديك كانت خطة جريئة يسيني مع الموتشو وماشي لبي ومن مورا هاد الشي كله غيجي البروجي ديال نو بلون بي شورا خوخدي السير وساقيت وفاد ما بغيتش برونز يدرا شريك شارمي وسمبول وسط الظلام لقيت الراب ساوي كيلوات بداية بشرح العنوان بحال باغي يقول لنا انه ما عندوش بيس اخر في الحياة من غير الراب ومركز كاع وقته عليه هو. كيف ما كتلاحظوا بان التراك مخدوم مزيان وضارب على يوتيوب حوالي 225 الف مشاهدة. في 14 نوفمبر 2022 غيتحط واحد من احسن دي بروجي اللي هو بلا هوك اوكي نو ليسن مور فوك فيل جود فيل فري كنحس براسي ذا برنس دود برنس لي الفلو باش قصرها شي حاجه من عالم اخر وماشي نورمال وهادشي كيبينو اونيك بين كاع الدراري طالعين في نفس العام اللي كياخذوا الانسبيراسيون ديالهم من عند رواب القدام. وفي 9 نوفمبر 2022 غتجي انفيتاسيون من فيزا فور ميوزيك اللي حتى هي غتكون فرصه لا تتعوض. هادي كاع الخوت اللي كيتسناو في التراكات بديت الماتش بفالدا خشيت البوشون مع لاكاس مانيح المره الجايه ملي ردوا لي لاك فيديو فيه 14 دقيقه
حط فيه الخيخ تاع الموسيقى وعاوناته بزاف باش يدير بيه بالراسم. وبصح راه نجحات بشكل كبير. ضرب الفيديو على يوتيوب حوالي 2.5 مليون مشاهدة، كتاني فيديو أعلى مشاهدة من لي زارتيست اللي جاو فيزا فور ميوزيك من بعد الفيديو ديال دراغانوف اللي حتى هو درنا ليه القصة تاعو. يعني نخلي لكم ليان ديالها في الديسكريبسيون. فيزا فور ميوزيك كانت لاعب أساسي حتى هي في الكارير ديال فيغو، وفي 13 مارس 2021 بوز غيحط تراك ميغا لامونيا من أو بي سالوري. ما داروا الراب تطمعوا في الايفون طومبيك، وحنا درناه ونسينا علاش، ما عمروا الراس مور اي تكنيك غير بالبلا الخاويه ديال المسيكا فلاش. بالنسبه للتيتر اللي كلاشا فيه بزاف تروابا ومنهم كان فيغو فات ستار، كان فيزا نيشان ودق عليه مباشره لان فيغو هو الشخص اللي ربح ايفون 11 برو ودار البوز من بعد، ماشي بحال نزار حتى هو كربح الايفون ومتشارج. الا بغيتوا قصه ديال نزار قولوا لي في لي كومونتير. وبعد مرور وقت قصير من الكلاش ديال بوز غير الرد ديال فيغو بطراك بوز بيطا سبابي دابا ما عرفتي بيناتي فيزي كتقول لي راه بنتي بسبب البيك ونسيتي الكليب اللي ضربتي حدا الليسي. ديستراك اللي فيه 5 دقائق و 58 ثانيه كله ابداع، وهذه خطه رائعه وذكيه من فيغو تدخل في بيف مع احد الروابط اللي معروفين في المغرب باش يبروميت راسو، وهو كان تيق في راسو اما قدر يدير ليه فان كارير اما قدر يطلع مع القمه. وبالفعل داكشي اللي وقع، فيغو شبت في القنب وطلع مع القمه حاجه واعره، حط كاش زوين ونقي. وهاد لي ريبونس ديال فيغو اللي كان رائع وعجب البيبليك في كاع الفلو والتكنيك اللي خلى بوز يعاود يجاوبو بطراك بيتيكا. اولدي هاد الكلاش ميك كتبو لك حتى اللي رباك ضربه في قرفاده بافاده قاعد تقدر لي قراك عارفني كاتاستروف الخضر واليابس اباده. كلاش بوز كان رائع ومن عالم اخر، بين عليه بانه واعر في البيف، تحس به بانه لازون ديالو هادي، وبيك عليه في تراك كامل وغيجرد ديال فيكو بتراك ميني بوز. يوم خلوطه غنحطو لا لا ليميت لذات بالتي في التصاور والداخليه الهيلي كتبان لي عميق وخانس كي التقبه ديالي لي. تراك اللي كان فيه 7 دقائق و27 ثانيه حط فيه الخيخ تاع الموسيقى وقال كاع داكشي اللي خاصو يتقال بانه هو واعر وبوز واعر غير حيت عنده بيبليك عباده ماشي بيبليك كيفهم في الموسيقى. دي تراك ضارب تقريبا حوالي 3 مليون، وكان هو اخر تراك في البيف من اتجاه فيغو وجرد ديال بوز تراك بيك. كي ضفيت كوبر فيل تطيرو كل اللي قبلكم شاركو يا تنقتل الروح ونفيد اللي بغي يزيد باش ما يزقل تافكو يا لعب فيه مزيان بكاع الفلو تكنيك اللي خاصهم يتحطو، وراه ضارب على يوتيوب حوالي 9.5 مليون. تاري شكون كيبان لكم ربح البيف من كوتي موسيقى؟ اما من كوتي ماركتينغ فيغو ربح 100%، ربح بيه فابور وزاد شهر كثر ما هو مشهور، واختفي الريسبي مع عند البيبليك وحتى من بوز براسو اعترف به بانه كاين، وهادي حاجه واعره في الكارير ديالو وعاونته بزاف. ولكن واحد النقطه مهمه خاصنا نهضروا عليها، من بعد الشهره ديال فيغو جاتو واحد ديبريسيون اللي خايب حيت الا جا داكشي على غفله ما بقاش كيخرج ولا يخرج بروجي جداد، لدرجه دار فيديو باش يطلب يدير دي غولاسيون مع انسان واحد اخر اللي كان عنده في المدينه. تتخيل معايا ديك اللعبة ديال مراش قالك دير تلعبة في الحياة فهمتيني؟ إيه سيمانة ما كاين حتى شي حاجة، الفراش وكورة فراش ونتفرج. دراري كنحس بالوحدة هنايا في إفران أخوتي ما نكذبش عليكم، شي كامل والو كاين حتى شي واحد. شتندير تنفيق مشي القهوة رجع للدار، مشي القهوة رجع للدار. طبنا صاحبي لذلك الا كان شي صديق شي واحد في افران بغا نوليو اصدقاء مرحبا، شي وحده بغات نوليو اصدقاء ولا نكونو شي علاقه مرحبا، صيفطوا لي ميساجات اخوتي انا وحيد. انت عليكم عيش ما نصبر اخي فهمتي، شو كيتشاككش صافي انا في ديك الحاله خص نتلاقى مع الناس فهمتي، خصني هاك جواد بعد طاح في التواصل اللي يلح في التواصل. اما دراري صحابو اما شي بنت يتعرف عليها، ولكن غير رجع في شهر 8 من عام 2021 بتراك امبريفكت ليس مثالي. مبغيتش حياتي مودعف مبغيتش نتكلم ما كنتش مولدع في ديم شموم ديال الورد بغيتي تسمى كالشوكة كنت مردعف. تيتر اللي ضارب على يوتيوب حوالي 1 مليون مشاهده كان واعر وكيزيد كريتيكي سيستم سالاري. ونهضروا على كل شيء ويمكنش ان نساو تراك 303 نفس القصيده شحال باسيت زقلنا الشبكه وهرسنا المانيت شحال قصيت واقعه تحاسب نفس القصيده شحال باسيت. بروجي البرود ديالو هو دراغانوف تمشى مزيان خصوصا الكليب دار فيوز اللي كيستحقها. ودابا غنمشيو ل 11 مارس 2022 ونهضروا على التراك ديال 3 الليل. سقط علي مايا بصح كان بويا بصح غنديها ونخلي البنات اللي غيبان ليا فيهم من بعد.
البروجي اللي كتحس به بحال شي واحد كمريح في اواخر الليل وما جاش الناس ودوك الافكار اللي كيطيحوا عليه جا حطهم في تراك وزاد عليهم انستري وخرج البروجي هذه الايدي اللي كتكون اون جينيرال. هاد التصويره اللي جمعتني انا وفيغو وبالضبط في سنه 2022 في مدينه مراكش وبالضبط في حي الدوديات اللي كان عنده وشوش مايا وحتى انا كنت متواجد في داك الشو. تلاقينا وهاد التصويره جمعتنا بالمحبه وبالقلب صافي لانه هو واحد السيد اللي ظريف وظريف بزاف ومخلص. لي سوج اللي هضرنا عليهم هما الموسيقى لان هذيك الهضره جمعتني بينه وبينه واحد 10 دقائق او 15 دقائق اللي هضرنا فيها كانت زوينه وكيبان عليه الدري متخلق وظريف لواحد الدرجه ما يمكنش. ما يغركمش المضايا ديالي والكليبات وكيبان كيكستا او انه كيرابي وديك الكاميرا. هو واحد السيد اللي ظريف بزاف متخلق الله يسهل عليه في الكارير ديالو حتى انا الله يسهل عليا في الكارير ديالي. يمكنش ليا نهضر لكم على الديتاي شنو كان في داك الشو وشنو وقع فيه. والمرحله التاليه هو التشارج ديال طوطو بي ان جي سيتي بلوك اللي ربحو حتى هو. عمل جميس توبير عطيتو سريس تقيس قير قبيلة جعدو قد مبالي كبيرو في الكاميرا عارف لي كي نزبي من البدو دو عليك انت انت بلا ما تنوض دابا تقولي فور فافور في قومو البكوش اجي الحسو باش يعطيني زيافة البلو الفافور كون ناضي يشوف شي واحد اخر انا صايب عليك بيش وغتجي فرصة اخرى باش يضرب فيت مع طوطو وبزاف روابط بحال ستورمي طاني ختك عبدو حليوه فارغاس وينزا. هاد روابط الاغلبيه تاعهم كاين القصه ديالهم فلاشين دخو تشيكو البلان. فيغو هو احد روابط اللي كيستغلوا الفرص وفاش غتجي ما كيزقلاش وكيعرف كيفاش يوظفها. ومن بعد خرج تراكات اللي تمشاو مزيان بحال فودي بار حبست موت ماشي الخاطري بينيك. كيبقى فيغو من احسن الدراري اللي خدامين مزيان على الماركوتين ديالهم ومازال واخد ريسبي مع هاد البيبلي كيف ما شفتو بلي هو تقاش عليها وما لقاش سالة. وحتى انت الى خدمت على راسك ربي غادي يعاونك ويجيب ربي شي سهل غير زعما ودير داك الديبار الاولاني راه هو صعيب غير تبدا غيجي داك شي سهل ودقه دقه حتى كيجيب ربي شي سهل. الى هنا غيكون سهل الفيديو بعدا غير دير ابوني لاشين بارطاج البرنامج مع صحابك ونتلاقاو في فيديو جديد. يما غادي مريسكي موسيقى اللي باقا جايبه بوكوراس لارس لارس كل ليله متاستي زاد لكوكاينة كانت اللي في لادرس 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 راجع خطوة اللو